بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم في فيديو جديد. الفيديو النهارده معلش هيكون مختلف شويه. واحده من متابعيني حبايبي اللي بحبهم جدا من النرويج طلبت مني شويه معلومات عن شويه نباتات، فبحكم ان انا مدرسه زراعه وقلت اقول لها اعمل لها الفيديو ده على قدي كده، لكن انا مش متخصصه قوي في موضوع النباتات لان ما عنديش نباتات كتير وما اشتغلتش كتير في موضوع الزرع ده. خلاص، طبعا انا كنت مدرسة زراعة فبعيدة عن يعني التدريس، بعيدة عن مجال النباتات شوية. المهم هنكلمكم عن شوية نباتات هي طلبهم مني، وهنتهز الفرصة وهعمل عملية دمج بين شاليتين لنبات البوتس. خلاص يلا بينا. النبات اهو، يا رب يكون واضح، ده نبات البوتس. خلاص، ده نبات البوتس، تمام. دي شالية منه ودي كانت شالية تانية اهي، لكن هي انا قلبتها علشان اعمل لها تجديد كده علشان تبقى احسن وعلشان املى الفراغات اللي هي في الشالية دي. خلاص، طيب انا قلبت الشالية دي اهي، خلاص قلبت الشالية كده، وهنتهز الفرصة وهسمدها بالسماد ده. السماد ده بيتباع عند الراجل بتاع مستلزمات الزرع، بنحط منه نص معلقة على لتر مية، لكن انا عشان كمية الزرع اللي عندي صغيرة فبحط هحط ربع معلقة على نص لتر مية. خلاص، طبعا انا هلم بعد كده، انا مش هعرف دلوقتي لان ماسكه الموبايل، هلم التربه الصناعيه اللي هي اسمها بيتموس. طبعا التربه زي ما انتم شايفينها اهي خفيفه علشان النبات يسهل على الجذور بتاعته اللي هي رهيفه جدا دي اهي، رهيفه يعني ضعيفه، عشان تبقى سهل على النبات والجذور بتاعته ان هي تنمو بشكل يعني بسيط وبشكل سهل بالنسبة لها، لازم التربة تكون بيتموس أو تربة صناعية، برضو بتتباع عند مستلزمات عند الراجل بتاع مستلزمات الزرع، تمام. طبعا النبات بيحتاج كل يومين ثلاثة نشوف بإيدينا كده التربة بتاعته، نحط إيدينا على التربة بتاعته ونشوف التربة دي مبلولة رطبة ولا محتاجة مية. عادة بيحتاج كل أسبوع مية، تمام، عادة بيحتاج كل أسبوع مية، لكن كمية مش كبيرة، حوالي نص كوباية، وكل شهر بنسمده بالسماد اللي أنا قلت عليه ده، تمام، اللي هو نص معلقة على لتر مية. كل شهر بنحط له، بنتهز فرصة إن النبات محتاج الري، وبنحط السماد في مية الري وبنسقيه، تمام. نفس الموضوع نبات الأوركيدة، ونفس الموضوع نبات اللي هي طلبته مني تاني، مش متذكرة اسمه الحقيقة، النبات التاني. يعني نباتات الظل عامة هي الرعاية بتاعتها واحد، النبات بيفضل ان هو يتحط في مكان جنب شباك او جنب بلكونة، يعني اضاءة غير مباشرة، تمام، عشان هو بيتغذى وبيعيش كويس في البيئة دي، بيحتاج درجة حرارة 25 درجة ولا أقل ولا أزيد، وهي دي عادة درجة الحرارة اللي موجودة في البيت، تمام. يا رب يكون واضح بالنسبة لكم الفيديو، ويا رب تستفيدوا منه، وحنتهز الفرصة برضو وحوريكم الزرع بتاعي بتاع البلكونة. يلا بينا. حقيقة أنا حاطة شوية زرع كده في البلكونة، نباتات حلوة جدا بحبها قوي ومش محتاجة أي رعاية. طبعا الطينة عادية مش بتمس بقى ولا حاجة لأن دي في البلكونة. نبات ده اسمه نبات خبيزة، في الصيف بيطلع ورد جميل جدا، يمكن البقايا بتاعته باينة اهي، تمام. ويحتاج إن احنا العقلة اللي زي دي كده بنقصها وبنحطها في شالية لوحدها،
بس كده، شاليها فيها طينة ونزقيها، كل ما التربة تبقى ناشفة بس كده، وبيمشي الزرع وبيبقى جميل وله أزهار جميلة جدا ومش محتاج أي رعاية. نبات زي ده برضو، ده اسمه نبات اليوكا. اليوكا هو نبات صباري شوية، وبرضو نفس الموضوع، بنشتريه من عند الراجل وبنزقيه بالطينة بتاعته، ما فيهوش أي مشكلة، وبيعيش وبيكبر، وممكن على فكرة يعيش جوه البيت، بس يتربى وهو صغير جوه البيت. لكن ده ما ينفعش ان انا احطه جوه البيت دلوقتي بعد ما اتعود على البيئة اللي هي بتاعت الشمس المباشرة دي. تمام. برضو نبات الدراسينا ده انا جايباه صغير وهو كبر عندي، برضو مش محتاج اي رعاية، له حافة حمراء زي ما احنا شايفين كده. تمام. وبيكبر معانا ما بيحتاجش اي رعاية زي ما انا قلت. في برضو عندي نبات نعناع اهو، اخضر اهو، ونبات نعناع تاني، وفي ريحان اهو. تمام. في برضو الصبارة دي جميلة جدا، بتدي وردة جميلة كده، زهرة حلوة حمراء، مش محتاجة غير ان احنا ناخد الورقة بتاعتها ونزرعها في اي طينة، وبتكمل هي مع نفسها. بصي كملت كتير منها. ده طبعا برضو نخيل كده كنت جايباه، وبرضو يعني كل الزرع ده احنا بنسقيه وبس، ما بيحتاجش غير سماد كل مدة كبيرة. النبات ده اسمه وينكا، له زهرة جميلة كده في الصيف، بيتملى أزهار نفس اللون ده، فبيبقى جميل جدا، وهو معمر يعني، بقاله عندي يمكن 10 سنين من غير أي رعاية، برضو غير الطينة وغير المية، وما فيش مشكلة خالص. طبعا نبات الصبار زرعاه في حاجة كانت عندي واتكسرت، وطبعا بستعمله للماسكات بتاعتي. بس دي النباتات اللي عندي. في نبات برضو اسمه نبات العطر، ريحته جميلة جدا لما الورقة نتك عليها كده، نضغط عليها يبقى طلع ريحة جميلة. بس ودي النباتات اللي عندي. يا رب الفيديو بتاع النهاردة يكون عجبكم، ويا رب ان شاء الله قولولي على التعليقات، قولولي في التعليقات ايه ملاحظاتكم. انا اول مرة اصور فيديو بالطريقة دي، فممكن تلاقوا فيه شوية اخطاء، لكن معلش استحملوني المرة دي. خلاص، ده كان الفيديو بتاعي بتاع النهاردة، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد بإذن الله. الف سلامة.